بيكم معاكم محمد عبلة هكلمكم النهاردة على الاختراع او الفكرة بتاعة الاختراع كتير من الطلبة بتبقى في جامعة عندهم مشروع تخرج بيشتغلوا عليه بيتعبوا عليه جدا لمدة سنة او اكتر بيفكروا في فكرة يعملوها وفي الاخر الفكرة تتحط او تتركن او تترمى طيب عندنا كمان نوع تاني من الطلبة اللي هم مجتهدين شوية في ثانوية عامة او لسه بيدرسوا وتلاقي عنده بعض الافكار هتلاقي طلبة كمان حتى الصغيرين دي عينة يعني مثلا انا بقابلها من الطلبة بتلاقيهم صغيرين وبيفكر وبيعمل افكار في الاخر يقول لك لا الفكرة دي الفكرة فكرة دي ملاش قيمة طيب انت تعرف منين وازاي تقيم الفكرة وازاي تعرف اذا كان الموضوع ده جديد ولا قديم ببساطة عندنا جوجل هنبحث عليه عن الفكرة بتاعتنا وعندنا كمان بقى بعد ما نعمل جوجل كسرش عام هنعمل على جوجل باتنت جوجل باتنت ده في كل البراءات الاختراع الدولية اللي اتعملت من زمان هتلاقي في افكار انت لا تتخيل انها موجوده وكتير اللي هو يقول لك انا فكرتي مش موجوده نيجي بقى على صنف تاني من المخترعين اصحاب الافكار برضو بيجي يقول الفكره بتاعتي مش موجوده خالص مفيش حاجه مش موجوده خالص اي سيرش هتعمله هتلاقي بعض حتى من افكارك او جزء من فكرتك او حد اكيد فكر في الفكره دي يعني كمثال عندنا كان في فكره موتوسيكل بعجله واحده فعملوا طلبة اعتقد كانت في جامعة في برلين او حاجة كده ونزلت الفكرة يعني كمشروع تخرج وكان الناس منبهرة بيه جدا فبعمل سيرش كده على افكار تانية فبصيت لقيت الفكرة دي اصلا موجودة بس معمولة سنة كام الف مش عارف وثمان مية حاجة قديمة جدا موتوسيكل بعجلة واحدة فعلا معمولة وحاجة بتتحرك هي طبعا الفكرة دي مش سيفتي لو داس فرامل هتتقلب وهكذا بس كتجربه او فكره جديده دي حاجه كويسه طبعا بس هنلاقي الفكره مثلا دي موجوده وما اتطبقتش عشان بعض العيوب فبالتالي ممكن نلاقي افكارنا موجوده ده هناخد منه خبره هل هي موجوده عشان فيها بعض العيوب وعشان كده ما استمرتش وما اكتملتش ولا هي اصلا مش موجوده او ما حدش وصل لنفس الفكره أو, او على الاقل في فكره قريبه منها طبعا احنا لما بنيجي نعمل براءة اختراع بيطلب منك حاجه اسمها الفن السابق الفن السابق ده هي اخر اختراع او اقرب اختراع لفكرتك وتوصلوا ليه وانت عملت عليه اضافة فكرة الاضافة دي مش مش غلط ودي حاجة دي عادية وتعمل عليها برة اختراع برضه فاش فيها اي مشكلة خالص محدش بيعمل اختراع من اول وجديد محدش بيخترع العجلة من البداية يعني العجلة موجودة واحنا بنعمل عليها تطوير زي مثلا لما نيجي نعمل لو هتشتغل على بحث علمي هيقولك برضه المصادر بتاعتك واخر حد اشتغل على البحث زي البحث اللي انت اشتغلت عليه، فالموضوع بسيط محتاج منك شوية مجهود بس في السيرش تعرف في كده اذا كان دي الفكره دي عاديه ولا يعني كان تم فيها بحث او حد خط خط فيها خطوط او اشتغل فيها شويه ده هيفرق معاك جدا وهتعرف بيها قيمه فكرتك. نيجي بعد كده لاخر نقطه طبعا الاختراع ده لازم يكون حاجه محسوسه مش مش حاجه مكتوبه بس يعني مثلا مش مش وصفه او طريقه او خلطه معينه برات اختراع بتهتم بالاجهزه حاجه متحركه او حاجه بتضاف لجهاز او حاجه بعضفها لعربيه مثلا فهي حاجه يتم اضافتها او يتم تشغيلها المهم اللي هو جهاز مش فكره لوصفه او تركيبه مثلا او سوفت وير السوفت وير في ليه نظام تاني بس المهم اللي هو الاختراع حاجة محسوسة ومتحركة أه وبتعمل لها بروتوتايب طبعا هبقى اتكلم بعد كده فيديو على بروتوتايب طبعا براءه الاختراع احنا بن... عايز ابسط لكم اللي انت ممكن اي فكرة ولو بسيطة تنفع تعملها لها براءة اختراع علشان احنا نفسنا يبقى عندنا زيادة في براءة الاختراع عشان يبقى طبعا نوصل من الدول المتقدمة اعتقد المخترعين كتير بس هي براءة الاختراع ناس بتكسل انها تعملها أه مثلا كمثال اخر مثال هضربه على موضوع براءة الاختراع كان مثلا حضرت محاضره من فتره كده اتكلموا قالوا اللي فيه شركه مثلا اه اتش بي وتوشيبا اه الماوس التاتش ده اه توشيبا عملت الماوس في النص براءه اختراع هل اتش بي عايز تعمل الماوس تاتش طب ما تعملوش في النص لا تعمله مثلا شمال شويه انتوا هتلاقوا كده لو اي واحد هيبص على البتاعه بتاعه هيلاقي عنده في اختلافات في المكان يعني اه اتش بي شمال شويه هتلاقي مثلا سوني مثلا يمين وهكذا فيعني مدلول الموضوع ممكن اختلاف بسيط جدا يخليك تعمل براءة اختراع فما انك تعمل براءة اختراع وما تهملش افكارك واكتبها وان شاء الله يكون لها قيمه وان شاء الله يكون لها سعر وفعلا ممكن تبقى مفيده ممكن تبقى مشروع حياتك وحلم حياتك انت تقدر تعمل مشروع بفكرتك وباختراعك وكمان الاختراع ده يساعد ناس كتيره وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته